النصيحة، إرشاد الناس الخير، رسم البسمة، كلها مهمة، لكن بعيداً عن الأضواء والشاشات نبغي نفكر في قضية وايد مهمة، دعم عمليات المياه البيضاء في النيجر. لهذا قررت أني أشارك في تحدي العطاء مع عفيف الخيرية. فودافون راح تتبرع ب10 ريالات لكل صوت. معكم أخوكم عقيل الجناحي. نعم للعطاء، نعم للتغيير، نعم لعمل الخير. زوروا موقع فودافون وصوتوا لتحدي العطاء.